programs لنخلي الولد قد ما في يرجع his natural life. اوكي منهم الادوكيشنال يلي نحن عم نحكي عنه كوجنيتيفلي سو من البروجرامز انه مدرس ادوكيشنال وصار عنا الوزاره فتحت لنا نعمل بريفي ونعمل مثل ما قال دكتور فادي عنده بريفي هلا من يومين في عنا ولد دايجنوست معه كانسر عنده بريفي سو نفس النهار كنا طالعين لعنده مخبرينه دونت وري حتعمل البريفي هون سو يو ار ريلاكس طلعنا له الاستاذ نفس اون ذا سبوت سو حياته يعني هو so relieved إنه واو أنا فيني أعمل هيدا الشيء. Also لما عم نحكي also socially لأنه عنا كتير مشاكل social. يعني لما بيجي الولد حتى لو نحن أساسي قال مأمنين له العلاج for free بس الولد اللي عايش بعيد إذا كان بطرابلس ما بيقدر يدفع حق العلاج which is كمان too much. So نحن كمان كأساسي من أمن له هالسبورت لأنه he needs to feel إنه هو مرتاح إنه أوكي حيرجع إذا عنده الولد نيوتروبينيا هي الساخن حيقدر يقعد هو نحن نأمن له accommodation ليحس إنه هو لا قاعد مرتاح إذا ابنه ساخن في يجي within 15 minutes يجي بيكون بالER عنا في عنا volunteers اللي هني بيلعبوا الدور الأساسي كتير يعني لما بتجي لعنا على السنتر no way تفكري إنه هيدا كانسر يعني سنتر للكانسر الولاد عم تتدحق الولاد عم تلعب في عنا programs عنا art program عنا music program كله منسق يعني you know that إنه عندك من العشرة لاثناشر الولاد عم تدرس you can go to the room and see الولاد عم تدرس بتروحي بتشوفي في عنا مثلا للولاد الأصغر عم يعملوا art للولاد اللي قاعدين مع الفولنتيرز so it's program كله سوا متداخل مع بعضه لنبلش ونحن من أول ما diagnosed الولد نعمل له assessment وكل وبنص العلاج بنعمل له assessment لنشوف إذا في بدنا دكتور معلوف for example so and I'm proud to say إنه عن جد بهالسبورت اللي بنعطيه ما كتير عم نستشيرك مزبوط exactly يعني فينا نقول عن جد بتعملوا لهم حياة وبمحلات معينة قد ما تكون الحياة قاسية وقد ما يكون في ليل بيضل في مرات الشمعة بتضوي يعني أنا أكيد إنه الأكتيفيتيز اللي بتعملوا لهم إياهم بيخلقوا لهم يمكن بيئة بتخليهم يقطعوا بسلاسة أكثر هيدي التجربة القاسية اللي بيمرقوا فيها مدام كريستيان مكارم بدي أسألك شو اللي بيخلي الإنسان يتطوع بهيك حالة يا واحد يعطي وقته حياته لا هيك رسالة بالحياة إنه تطوع شيء اسمه تطوع بهيك حالة شيء كتير سامي ده سؤال كبير يعني التطوع شيء كتير مهم لأنه حلو مثلاً بحال بالسنتر بالذات حلو الولد يحس والأهل إنه في ناس غير اللي مجبورين يهتموا فيهم في ناس عم بيجوا تيساعدوا تفرجون محبة يغيروا لهم يعيشون طفولتهم هيدا للأولاد بالنسبة إلي هيدا السبب الأساسي اللي نحن هون كل هالجروب لحتى الأولاد يعيشوا طفولتهم والطفولة هي طبعا اللعب هيدا نمبر وان في المسألة والتعليم الولد لازم تاخدي بك كله سوا والتطوع بيزيد انه يعني بيعطي فرح بيعطي عزة للإنسان بمكان ما والولاد بيحسوا انه عندهم عائلة تانية لان بالأكثرية المتطوعين أولاد كمان 18 19 بقى بيحسوا عندهم إخوة زيادة بحسوا عندهم ست وجد وجداد بحسوا عندهم آنتيز وأنكلز يعني عندك جو عائلة تانية بدون المشاكل العائلة إذا بدك بيعيشوا سيمبلر شفتي كيف وينبسطوا وبنتأمل إنه عم نساهم نهول لهم هالفترة الصعبة اللي عم بيمروا فيها
هيدا اللي فيه. يعني السلبي نعمله إيجابي قد ما فينا، الأسود يصير شوي ملون أكثر، وإذا بتتفضلي على السنتر بتشوفي هالشي مثل ما قالت رحاب إنه في فرح، في ما بعرف إذا دكتور معلوف بيوافقني، بس بفتكر إنه يعني كلنا هون حتى نساعد هالولاد. يعطيكم ألف عافية فعلا، يعني بكفي هيدي هاي الإحاطة، هاي الإيجابية، هاي العاطفة اللي بتتعاطوا فيها بهيك رسالة، لأنه فعلا هيدي فوكاسيون، رسالة بالحياة مش كل إنسان في قوم فيها. وكرمال هيك سألتها لمدام مكارم كيف فيها تفصل حياتها العائلية والشخصية عن هيك عمل هالقد قاسي، هالقد في معاناة وألم. شوفي الفولونتيرز محظوظين انه بيقدروا يعملوا هالشيء بالحقيقه، يعني شغله حلوه، ويعني ان شاء الله نكون عم نساهم. دكتور حسان، يعني انا بحكيك عن تجربتي، يعني وقت واحد بيكون عم يعمل علاج ما بيبقى عنده قابليه على اي شيء بالحياه، كل شيء بيزعجه. يمكن مرات اذا الناس سالوا عنه بيقول ما بدي حدا يحكيني، ما حدا يسال عني، اذا ما سالوا عنه الناس بيقول نسيوني، بيبقى هالقد مزاجه ما بيقدر يسيطر عليه، بلحظات بيكون كثير متفاعل مع كل شيء، بلحظات بيحس حاله خارج دورة الحياة. قديش عندك معاناة أنت وعم بتخلي الإنسان أنه لا كمل حياتك، وبعدك بدك تدرس وبدك ترجع تكمل وما تنسى، ورجع نشط لي ذاكرتك شوي، لأنه أنا بحس كمان أثر على ذاكرتي. لا بالعكس، ما في أي معاناة. الأولاد لما نبلش بنحكي معهم واصل بيستقبلوا، لأنه إن حياتهم تغيرت 180 درجة برامج. لما بيجي شخص بيقول لهم إنه حنرجع على الحياة الطبيعية بكل بيرحبوا، يعني بيكونوا مبسوطين وسعادة، ما لقيت أي صعوبة أبدا بهذا. يعني تصوري من 2005 كان في عندي تلميذة من أوائل التلميذات اللي علمتها، بعيد المعلم الأخير بعثت لي تعيدني، وهلا هي عم تحضر دكتوراه بإيطاليا بالكونسير. فإنه في جو عائلي، أنا بعتبر حالي إنه كلهم أولادي هدول، وبتعامل معهم على هالأساس هذا. يعطيك ألف عافية. رح نوصل لأحمد طه وريم حزوري اللي هن سيرفايفرز، منتصرين على السرطان، وصرنا بنقول الاسم وخلص ما بقى تفرق معنا، بطلنا نقول هيداك المرض مش هيك، لأنه أكيد مبين على وجه أنه طالعين أقوى مش هيك، وأعمى وكأنه خلقانين الحياة من جديد، وصاروا بيعرفوا قيمة كل شيء. أحمد، شو بدك تخبرنا عن هالتجربة؟ يعني كيف إذا بدك تختصر لنا كيف فت عليها كطفل وكيف طلعت منها؟ هلأ هي أول شيء كانت صعبة بس بنفس الوقت كتير حلوة، لأنه تعرفت على أهل تانيين لإلي، ما اعتبرتهم أن الناس من برا جايين يعالجوني، لا اعتبرتهم كأهل تانيين. يعني عندي أسرة بالبيت، والأسرة التانية هي بمركز سرطان الأطفال، ما ابدا ما خلوني احس انه انا صبي مريض معي كانسر بقلب السنتر، بالعكس يعني انا كنت ابنهم الثاني. فتت ولد صغير على المركز سرطان الاطفال بعمر 9 سنين، اكتشفت انه معي لوكيميا. هلا ما كنت بعرف شو يعني شو هي اللوكيميا، شو مرض سرطان الاطفال، لاني كنت صبي كثير صغير، بس انه دائما كنت شوف اهلي انه كثير مضايقين بسبب المرض يلي صار معي. يعني العذاب اللي انا كنت اتعذبه كانوا اهلي يتعذبوه دبل. تعرف الميكرو. ف بعدين لاستوعبت الموقف انه انا المرض يلي معي هو مرض الكانسر، بس بمساعده النيرسز يلي كانوا هون بالسنتر، ومساعده استاذ حسان يلي كان يدرسني وما كان يتركني ابدا لحتى اخلص تعليمي، ومدام مكارم يلي كانت دائما حدي وتسميني المشاغب الكبير، ومدام رحاب يلي عن جد كانت تضل واقفة حدي بكل الأوقات، الأوقات الصعبة والأوقات الحلوة. فبهيدا الحالة أكيد مش هحس إنه أنا كان معي كانسر ولا مريض، بالعكس هحس حالي إنسان كتير طبيعي عم كفي حياتي عادي. ف
فهيدا الشيء كان شيء عن جد شيء كتير حلو بحياتي، ما بعتبره أنه الشيء السيء اللي صار معي، بالعكس هني عائلتي. وأنا فتت على بيت الثاني وما في رحت على مركز لأتعالج فيه أبدا. شكرا. مبروك حياتك الجديدة. وريم شو بدك تخبرينا؟ شفتك مرة الماضية مزبوط كنت عم تعملي مقابلات؟ مزبوط. كنت قايمة بدور الريبورتر الجمعة الماضية. شو تخبرين عن هيدي التجربة؟ إذا بدي أقولك مثلا كأنك ريبورتر عم تعملي ستوري عن اللي قطعتي فيه، شو بتخبرينا؟ كيف تختصرين لنا إياها؟ إذا كنت كريبورتر عم بحكي عنه، بدي بلش بالبورت اللي هو كيف فتت أنا على السنتر، بأي مود، بأي كيف بلشت أتقبل الفكرة، كيف عرفت. أول ما فتت على السنتر كان ب 19 سبتمبر 2013، ونهارتها عرفت كان أول نهار مدرسة إلي كمان أو تاني نهار something like that. ونهارت عرفت أنه أنا عندي هاتشكنز لمفوما. هلأ رح أختصر شوي الستوري تبعي بالأشخاص اللي موجودين هون. يعني إذا بدي بلش من النيرسز، النيرسز اللي كانوا موجودين بالCCCL أو حتى أختي اللي هي RN كمان بالChildren's Cancer Center، كنت حس كل الوقت أنه هودي الأشخاص بمحل معين هم يمكن الأسبكت الأهم اللي يقدر ينقلني من محل أنا يمكن كتير مضايقة فيه، وذر عم ببين علي أو ما عم ببين، لمطرح كتير أحسن. وكنت مآمنة بهذا الشيء، يمكن مش أول شيء، يمكن بينته هيك أول شيء. وهذا الشيء بذكره أنه نهارت اللي أنا عرفت، رحت أنا ويارا اللي هي أختي وقالت لي أنه أنا بدي جواب قبل ما نرجع على البيت إذا بدك تاخد الكيمو تريتمنت أو لا. يعني هي كانت عطيتني هذا الأوبشن على أساس بس أنه لتحسسني أنه أنا عندي القرار أني أخده. تاني بارت بحكي اللي هو كتير مهم، اللي هن الدكتورز اللي كانوا موجودين، أكيد الميديكال ستاف كلهم اللي أنا هلأ بعدني يعني صاحبة معهم، دكتور مالك اللي كتير كتير بحبه وبحس بمحل معين أنه هو صديق إلي حتى أكتر من أنه هو دكتور إلي، حتى دكتور سامر. لما بجي على الإدوكيشنال بارت اللي هو أنا كل السنة تبعي وقفت مدرسة وصارت المدرسة هي بالسين جود. يعني أنا كنت كل يوم أنزل وذر عندي تريتمنت أو ما عندي تريتمنت، أقعد مع أستاذ حسان ومس فريال من الساعة 10 لـ 12، خلص أنا عندي هذا الدوام مدرسة بدي أدرس بدي أخلص. ريجاردلس إذا مثلاً الاي في ستاند يلا مفوتتها معي على الغرفة أما لا. لما بحكي عن الفولنتيرز اللي هن ما في حدا بشوفه بالطريق، أوقات بشوفهم بدي سلم عليهم بشوفوني بينبسطوا فيي، اللي عن جد بحس أنه أنا بمحل معين عبالي يكون مثلهم. وأول ما خلصت التريتمنت تبعي قلت لهم أنا I want to volunteer، مع أنه ما كنت بالعمر المطلوب. فنطرت شوي و يعني كل هيدي الأسبكتس اللي كانوا عم يعتنوا فيها. لما بجي على السايكو سوشيال كنت فوت لعند رحاب الصبح ورشال، كيفنا؟ بونجور، يلا فينا. انه كون جاية وبدي احكي، ويمكن بمحل تاني ما كون قادرة احكي، مش لانه ما قادرة او حدا ما عطيني هيدا سبيس، بس لانه انا يمكن ما بقدر كون عم عبر عن هيدا الشيء لمين ما كان. التجربة كانت كتير كتير عطتني ريزيلينس مثل ما دكتور فادي تفضل، وكتير حسيت بمحل معين انه انا عن جد عم بقدر شوف الله باشخاص تانيين. يعني انا بلشت الفكرة من عندي، اذا بجي شوي بتطلع على spiritual part طبعي مش كتير يمكن كان ماشي حاله، ومع هيدا الاكسبيرينس يمكن حسيت بمحل معين انه ايه وينه الله، ولو عن جد موجود انه كان في عدل اكثر. بس مع الوقت عن جد صرت شوف الله او الاشخاص هن كانوا God like، قد ما هن كانوا عم يعطوا من كل قلبهم بلا ما يكونوا ناطرين ولا شيء بالمقابل. ف that's it. Thank you.
مبروك أحمد وريم لحياتكم الجديدة، إن شاء الله بتكونوا رسل سلام بهالحياة هيدي. ما بعرف إذا حدا من الحاضرين بحب أوكي ما بقى إيه تفضل دكتور بالإذن بس دكتور حسن في شاب كان عم يدرس لقى فيروس ضل بالمستشفى حرارته 40 لمدة شهر بعد شهر صارت حرارته 39 بيمسك التليفون بيتلفي بيقول لي استاذ حسان انا صرت احسن فيك تجي تدرسني لازم يمشي هدول من البيت تست 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 نعم أنا اسمي رولا خطيب، أنا والدتها لسارة خطيب، يمكن إذا بتسمحوا لي أحكي شوي عن حسين سارة لأنه سارة واجهت الكانسر مرتين، مرة هي عمرها 4 أشهر نيوروبلاستوما وعاشت حياة سعيدة طبعاً رغم الكومبليكيشنز اللي تفضلوا حكوا عنها من بعد الكانسر تريتمنت و وصلت سارة لعمر 16 واجهت شغلات بسيطة اللي هي بناين تومر بكوعها يلي بس بيعملوا عملية سيرجري ليشوف التومر وانتهى الأمر أنه هالتومر البناين إلى بلاك كانسر فاللي حاب يقوله أنه لما سارة عرفت أنه عندها تحول لكانسر كانت برابع سنة فارماسي بالإيو وكان طلبة الأول بليز ما تخلوني وقف جامعة بليز أنا حلمي أني أتخرج مع أصحابي طبعاً الحمد لله أنه قدرنا نحقق لها الحلم وكافية الجامعة والدعم الأليو كان حقيقة كتير مميز ما وقفت هون القصة اضطرينا نعمل أمبيوتيشن لإيدها اليمين دكتور فادي معلوف كان موجود سألني إذا لازم يكون في سبورت سيستم شيف سارة قبل العملية قبل الأمبيوتيشن مرة وبعد الأمبيوتيشن مرة وكان القرار أنه سارة توصلت للشغلات اللي نحن بدنا نقل إياها قدرت تلاقي تتصالح مع الفكرة وتدلم كفاية وبعد بجمعة من الأمبيوتيشن كانت رجعت على جبال تكفي درسها كنت نحكي شوي عن قد ايه اثر العلاج وسبيشلي كنت عم تاخذ تريبتيزول للفانتوم بين يلي كان ياثر على الحفظ وعلى المنتل كابابيلتيز تبعولها فطبعا هذا الشيء ما كان سهل التشالنجز ما كانت سهله وكانت تقول لي مام مش عم بقدر احفظ مثل قبل مش عم بقدر اعطي مثل قبل النتيجه استعملت اللوجيك كتير ولو سارة هو موجود ما بتحب أني أحكي عن العلامات بس انتهى الأمر أنه بالسيمستر خلصت بأربعة A's واثنين A-minus اعتماداً على اللوجيك وكان اللي يخليها تكفي موستلي كوت بعتت لي نورس نرجع لل دور النيرسز والطاقم الطبي اللي كان مميز وكان عن جد عائلتها الثانية pain is inevitable suffering is optional كفت السيمستر وتكرمت وكفت حياتها وسافرت وانبسطت وشاركت بتدكس وقالت اللسنس تبعولا وتركت بعد جمعتين بابتسامة وحلمت أن يكون في support system ليكون في role models للعالم اللي بيواجهوا صعوبات especially amputations يقدروا يتعلموا من اللي قطع بتجربة مماثلة فأكيد مش سهل على اللي عم بيواجه وعلى أشخاص مثلنا اللي بالنهاية physically فقدناها لسارة بس in the end بدنا نلاقي سبب لنكفي و raison d'être. تالا ما فقدتيها بالعكس هلا موجوده اكثر بحياتك من هيك انت هون اليوم كلنا تالا
سارة. أوكي سارة. بقى في عليها شخصيا إذا بتحبي في على يوتيوب سارة خطيب 4 lessons I learned while battling cancer and you meet سارة positive with a positive attitude and with a smile. من هي بدنا كلنا بدنا نفكر انه نحن مرئين بهالحياة طريق عابرة يعني مشوار، كل واحد منا عنده دور، يمكن اجت عملت دورة وفلت بس مش معناها فلت بعدها موجودة، والدليل انك هون شايفي كل العالم اللي حواليك هني سارة. نحن بنقول لسارة بقلب كل واحد منا، ونحن كل واحد منا سارة. ما بعرف إذا بعد حدا عنده شيء مداخلة سؤال بنهاية هالكونغري. يعطيك ألف عافية مدام نورا جنبلاط، كل فريق عمل Children Cancer Center، الملايكة يلي بيواكبوا هالأطفال بهالتجربة الصعبة، بالدعم المادي بالدعم المعنوي العاطفي الإنساني. هون بيتجلى الوجه الآخر للإنسان يلي ما منشوفه بحياتنا اليومية والعادية. هون في الإنسان، الإنسان اللي متعري من كل الديكور والشكليات والكذب والنفاق والأشياء السلبية. هون الإنسان بيرجع بحس حاله قريب من إنسانيته، قريب من ربه، وبيصير يقول إنه فعلاً أنا جيت عدني كرمال رسالة معينة، وبالنهاية الحياة قصيرة وما بتستحق إنه نعيشها إلا بفرح بحب وبسلام. وبدي أقول لك إنه بحس إنه كمان جزء مني راح مع سارة مثل ما سارة باقية بكل واحد منا. كل طفل مريض الله يشفيه، وكل كبير كمان بيمرض بنقول الله يشفيه، الله يشد على ايدكم، وان شاء الله بيصير في علاج لهالمرض وما يعود هذا المرض المستعصي مثل ما بيقولوا، او امراض المستعصيه. يصير انه نتذكر انه اف كان شيء كثير وصار مثل الجريب. يعني ان شاء الله ان شاء الله على ايامنا. يعطيكم الف عافيه وان شاء الله الى